السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات حمام حول العالم. يعني احنا بنوريكم في كل فيديو نوع حمام من حمام الزينة. النهاردة يا جماعة زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله حمام القرباش. الحمام القرباش له 3 اسامي في مصر والدول العربية، بنقول عليها قرباش او صليبي. الاسم اللي اسم في كل الاسم بتاعه في كل العالم الحمام الراهب، او الاسم العلمي بتاعه الحمام الراهب. ليه بيسموه القرباش او الصليبي او الحمام الراهب؟ بيسموه كده عشان يا جماعة الطاقية بتاعته يعني بتبقى جاية من ورا لقدام كده، عاملة زي ايه؟ زي الرهبان. فعشان كده سموه الحمام الراهب. المواصفات بتاعته يا جماعة إن بتكون الجسم كله أبيض، من الرأس من فوق والأكتاف والظهر والبطن بيكون أبيض. الوش وال10 ريشات اللي هو احنا بنسمي العشر، ال10 ريشات اللي هما في الجناح في كل جناح، والديل بيكون لون تاني، ممكن يكون لون أسود أو أحمر أو أصفر أو قش اللي هو اللافندر. وكل مكان اللون ده مظبوط يا جماعة، المواصفات يعني العش ما يكونش فيه ريشة بيضة، والديل ما يكونش فيه ريشة بيضة، الوش ما يكونش فيه أبيض، الجسم بقى ما يكونش فيه ريشة أي لون تاني. دي المواصفات بتاعته. في عندنا القرباش المصري والقرباش الأوروبي، الفرق بينهم في الحجم وفي تقليق وفي الطاقية بتاعته. يعني القرباش الأوروبي بنلاقي عليه الطاية بتاعته كبيرة وحجمه كبير. يعني زي ما احنا شايفين كده اللي تلتش اللي في صدر الحمام ده يعيبه بقى له اوروبي. يعني شايفين الريش الاصفر الاسود اللي في صدر الحمام ده يعتبر عيب يعني في التقليب بتاعه. الحمام ده يا جماعة منها يعتبر الجوز ب 300 جنيه ل 500 جنيه حسب التقليب بتاعه. الأوروبي بيبدأ من 1000 إلى 3000 جنيه للجوز. أنا مجمع عامل تجميعة فيديوهات يا جماعة لأكتر من لون وأكتر من شكل. يعني يا رب تعجبكم. ويا ريت يا جماعة تشاهدوا الفيديو للآخر، واللي محتاجة يقول لي وأنا تحت أمره. يعني محتاج أي فيديو على أي نوع يقول لي وأنا أعمل له الفيديو اللي هو عايزه. وجماعة وبالنسبة يا جماعة أنا غيرت اسم القناة لأن القناة كان عليها مشكلة واتقفلت واتقفلت عفوا عفوا يا جماعة، واتقفلت يومين من اليوتيوب، كان جالي عليها انذارات وكده. فانا غيرت اسم القناة فترة كده، وان شاء الله هنرجع نرجعه تاني. الفيديو فيه كل الالوان يا جماعة، في الاسود والازرق والاحمر والاصفر والرصاص اللي مبني عليه ايش اللي هو لافندر. الحماية دي يا جماعة بيزق ولادها عادي، يعني لأن عظمها طويل مش عظمها مش قصير. يا رب الفيديو ينال إعجابكم، وزي ما قلت لكم تحت أمركم في أي تعليق ولا أي سؤال أنا تحت أمركم. وأسيبكم تستمتعوا بالفيديو، والفيديو 10 دقايق يا جماعة.
Thank you.